طيب خلونا نتكلم أكتر عن هذا الإنجاز. معنا على التليفون أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، أهلا بحضرتك وطبعا ألف مبروك على هذه الجائزة، وهي بالتأكيد طبعا جائزة مصر كلها. أسعد الله مساكي أستاذة نانسي، تحياتي لحضرتك، مساء سعيد يحمل تطلعات وأفاق لمصرنا الحبيبة في بداية عام جديد 2022. بجدد سعادتي وشكرا جدا للمقدمة الجميلة لحضرتك قدمتينا بيها، بشكرك جدا. الحقيقه انا اللي بشكرك يا فندم، وطبعا كل سنه وحضرتك بألف خير ومصر كلها بخير. خليني في البدايه اسال حضرتك وتكلمنا عن رياضه الميني فوتبول، واللي خليني يعني اكون صادقه مع حضرتك يمكن كتير ما يعرفوش عنها. اسمحي لي في بدايه حديثي الاول ان انا اوجه التحيه لمصر قياده وشعبا بمناسبه العام الجديد، وبشكر برنامجك عصر الشباب اللي هو اسمه بيدل على ما تشهده المرحلة الحالية في مصر من مرحلة بناء حقيقية نحو مستقبل أفضل لها والأجيال القادمة، في ظل القيادة الحكيمة القائد سفينة الوطن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بني مصر المستقبل. رياضة الميني فوتبول هي رياضة جديدة دخلت إلى مصر، الحمد لله رب العالمين. أنا بعتبره عامل إنجاز لما تحقق من نجاحات محلية زي ما حضرتك ذكرتي، وكذلك إنجازات على مستوى العالم كله، سواء في فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية للميني فوتبول اللي هي كرة القدم المصغرة، ووصول منتخب مصر للسيدات لأول مرة في تاريخ كرة القدم التقليدية أو الميني فوتبول أو الصالات أو غير ذلك، أن يصل منتخب سيدات إلى كأس العالم، كان ذلك في أوكرانيا 2021 وحصولنا على المركز الرابع، منتخب مصر للسيدات كرة القدم المصغرة وكذلك منتخب الشباب تحت 23. احنا في هذه الفترة بنقول للمشاهد ان كرة القدم المصغرة او الميني فوتبول هي باللغة الفرنسية ميني فوت، بالعربية كرة قدم مصغرة، بالانجليزية ميني فوتبول، هي كرة القدم اللي تلعب في الملاعب الصغيرة في الهواء الطلق اوبن اير في مساحة 30 في 50. زمن المباراة 50 دقيقة مقسم على شوطين، كل شوط 25 دقيقة مع استراحة بين شوطي المباراة 10 دقائق. اللعبة دي موجودة في 136 دولة حول العالم، لها اتحاداتها القارية، لها الاتحاد الافريقي في تونس، الاتحاد الاسيوي في السعودية، الاتحاد الاوروبي في المجر، الاتحاد الاوروبي في المجر، اتحادها في الامريكتين في لاس فيجاس، اتلعب لها اكثر من كاس عالم، اكثر من 9 بطولات امم اوروبا وغير ذلك من البطولات العديدة. انا فخور جدا كاحد طيور مصر المهاجرة العائد الى ارض الوطن بعد غياب 20 سنة، انا اعود الى بلدي من اجل ادخال هذه الرياضة الجديدة. بصفتي في هذا التوقيت كنت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الافريقي مكلف بتطوير الاستراتيجيات، ومؤخرا برضه في عام 21 اصبحت رئيسا للاتحاد العربي. والحمد لله ان اي نجاح ينسب لبلدنا اولا وثانيا، لان مصر هي الاساس. فمصر تشهد مرحله حقيقيه من البناء في كافه المجالات، ليس في الرياضه فقط، لكن طبعا الحمد لله في سريعا في تواريخ او في ارقام سريعه جدا، احنا اطلقنا اول مباراه رسميه في تاريخ هذه الرياضه يوم السبت 26 ديسمبر، وذلك انا حددت واخترت مكان محدد نبدا فيه اول مباراه في تاريخ اللعبه، وكان ذلك في ارض البطولات والتضحيات في شمال 26 ديسمبر 2021 2020 اول مباراه. يعني سنه كامله بالظبط النهارده، سنه وثلاث سنه كامله عملت فيها دوري وكاس رجال وسيدات براعي منشئين، الحقيقه ده انجاز كبير يعني. والله يا فندم دايما بناكد في خطاب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكافيتيريا يعني في عيد القيامة المجيد، لما قال من النهارده كلنا عاوزين نقول كلنا مصريين، مفيش مسلم ومسيحي. مفيش فرق، كلنا ابناء نسيج وطني واحد، مصريين بالداخل مصريين بالخارج، مسلمين واقباط. ولذلك كانت دعوة للمصريين بالخارج ان هم ينزلوا يشاركوا في بناء مصر. انا عايز اتكلم في النقطة دي لو سمحت لي يا استاذ احمد، يعني حضرتك كنت مهاجر 20 سنة ورجعت عشان تدخل اللعبة مصر؟ بالظبط. لان اولا القدر هو ان انا لما اكون عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الافريقي والنهارده في كاس عالم موجود في تونس بلد المهجر بالنسبه لي، واجي الاقي كاس عالم بيقام في تونس 24 دوله ودوله مصر مش موجوده، مصر الرائده افريقيا، فطبعا ده شيء حذف نفسي. فلذلك خدت قرار ان انا انزل مصر والتقيت بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، هذا الرجل الفاضل، وبدات في تجهيز هذا الملف تقريبا من 2018. الحمد لله ربنا موفقني واشرت هذه اللعبه، ولذلك قررت ان مصر مش بس تكون مشاركه، انا خدت قرار وعهد على نفسي ان مصر لازم تكون مميزه على مستوى العالم كله، والحمد لله في اقل من سنه النهارده احنا بفضل الله البلد الافريقي الذي مثل كاس العالم، في كاس العالم للسيدات كانت مصر، في كاس العالم للشباب ايضا كانت مصر، فزنا بكاس الامم الافريقيه التي اقيمت في نيجيريا
لعبنا 7 مباريات في بطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا، فزنا في الـ7 ماتشات كاملين، أحرزنا 22 هدف، دخل مرمانا 4 أهداف فقط. علي غزال حارس مرمى مصر خد أحسن حارس في أفريقيا في الأمم الأفريقية. لكن أنا برجع لحضرتك في دقيقتين بالظبط بسرد لحضرتك تاريخ كامل هذه اللعبة. انطلقت أول مباراة يوم السبت 26 ديسمبر من أرض البطولات والتضحيات شمال سيناء، وكان اختيار واضح إن أنا أروح بير العبد والعريش ألعب أول مباراة في تاريخ اللعبة اللي كي تسجل لنؤكد للعالم رسالة سلام من أرض السلام من أرض فيروز. طبعا أرض الفيروز، أن مصر دائما أبدا تفتح ذراعيها لكل أبنائها القادمين من الخارج، لكن كان اختيار سينا لنؤكد أن لمصر قائد وجيش. ويمكن ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه يا أستاذ أحمد، يعني فكرة عودة العقول المصرية المهاجرة، عودتها لأرض الوطن مرة تانية وإنشاء مشاريع، ويعني كانت الحقيقة قدرت أنها تستغل المبادرات اللي عملها الدولة للشباب. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك مرة تانية، والحقيقة نحن يمكن نفسنا نشوف هذا الإنجاز في كأس الأمم الإفريقية قريبا. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.